تعيش مدينة دير الزور ظروفا صعبة في تأمين الكثير من الاحتياجات اليومية الأساسية، وعلى رأسها مياه الشرب النقية، والتي يكون المصدر الأساسي في تأمينها نهر الفرات. وهذه الوفرة في مياه النهر لم يعد بالإمكان استغلالها لسد الحاجات، ونظرا للصراع الدائر بين النظام وقوات المعارضة المسلحة الذي كان من نتيجته قطع الكهرباء شبه الدائم عن محطات تصفية المياه التي تسيطر عليها قوات النظام، مما أثر سلبا على المناطق المحاصرة التي تخضع لسيطرة قوات المعارضة، حيث تعيش هذه الأحياء في حالة من العوز إلى الماء النقي، مما اضطر الناس إلى شرب الماء الآسن أو ماء النهر غير المصفى. وتتلخص أضرار شرب ماء النهر والاعتماد عليه كمصدر أساسي بكونه سببا للعديد من الأمراض الداخلية الهضمية المعدية كالكوليرا والزحار والحمى التيفية، والتي تتنوع أعراضها المرضية بين جفاف وارتفاع مفاجئ لدرجة حرارة الجسم الطبيعية وإسهال شديد، يضاف إلى ذلك صداع مستمر. كما أن الماء الملوث سبب في التهاب الكبد من النوع ألف، والذي من أعراضه اصفرار البشرة وفقدان الشهية والفشل العضلي. أما إذا نظرنا إلى الموضوع باعتبار المتضرر الأكبر من تلك المشكلة هم الأطفال، لا سيما الرضع منهم بسبب ضعف المناعة وقلة اللقاحات الوقائية داخل المدينة. أحد الناشطات في الصحة العامة وطب الأطفال بدير الزور تتحدث لنا عن أهم انعكاسات تلوث المياه الحاصل في دير الزور على واقع صحة الأطفال والصحة بشكل عام. أختي الكريمة، أهم الأمراض اللي تتمثل بقضية تلوث المياه على الأطفال بشكل خاص؟ طبعاً بسبب انعدام وسائل التعقيم وتلوث المياه، فأكثر من حالة التهاب كبد تقريباً شيء 80 طفل من 3 أشهر، والتهاب وحمى تيفية والتهاب أمعاء وإقياءات، وأكثر من حالة التهابات نسائية، التهابات فطرية والتهابات مجاري. طبعاً بالنسبة لالتهاب الكبد، أعراضه السريرية هي وهن عام اصفرار بالملتحمة بشكل عام، بالإضافة لفقدان الشهية وارتفاع حرارة. أما بالنسبة للحمى التيفية، إقياءات وحرارة ليلية ووهن عام. الأطفال بالعمر يعني حديد الولادة للسنتين تقريبا، المناعة الأضداد تكون قليلة يعني، فممكن إصابة يعني 90% تحدث الإصابة يعني، وممكن تكون تسبب وفيات. التهاب الكبد تقريبا شي 10 حالات، والباقي أكثر من حالة حملت لمناطق أخرى محررة. التهاب سحايا، التهاب سحايا، التهاب قصبات ذات رئة، انتانات دم، هذا كله نتيجة تلوث، نتيجة تلوث وانعدام وسائل التعقيم. يضطر الأهالي إلى غلي الماء ومن ثم تبريده ليصبح شبه صالح للاستخدام، فيما سجلت حالات تسمم بين الأطفال وخاصة الرضع منهم بسبب شربهم للماء الملوث. يكمن الحل لهذه المشكلة بتأمين مضخات تصفية الماء أكوا بوكس، والتي تحتوي على منظومة فلاتر تعمل على تنقية الماء من الملوثات والجراثيم، مما يوفر الأهالي مياها نقية خالية من الشوائب ويقلل من عدد الإصابات من جراء الماء الملوث. تقوم هذه الفلاتر بإزالة الصدأ الناتج عن الضرر في شبكات المياه، كذلك تخفيف الكلور الذي يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي خاصة لدى الأطفال، كما يسبب عند تخزينه في قوارير بلاستيكية مواد خطيرة تؤذي الكلى والكبد. ومن فوائد المضخة أيضا إزالة الأملاح الزائدة التي تكون الحصيات وتسبب أمراض المفاصل، يضاف إلى ذلك إزالة بقايا الأسمدة العضوية المنحلة في الماء عن طريق التربة.